الاتحادات والنقابات والفعاليات الشعبية الفلسطينية تنفذ اعتصاما أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة للإعراب عن إدانتها واستنكارها للعدوان الإسرائيلي على سوريا. نفذت الاتحادات والنقابات والفعاليات الشعبية الفلسطينية اعتصاما أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة للإعراب عن إدانتها واستنكارها للعدوان الإسرائيلي على سوريا. تدين الاتحادات والنقابات والفعاليات الشعبية في فلسطين العدوان الهمجي السافر على سوريا، ما يؤشر على السياق الاستهدافي الذي تشكل إسرائيل استطالته الكبيرة. وطالب ممثلو الاتحادات والنقابات والفعاليات الشعبية الفلسطينية خلال الاعتصام أبناء الأمة العربية بالتحرك والوقوف وقفة جادة ضد هذا العدوان الذي يمثل اعتداء على كامل الأمة العربية. هذا يمثل استهانة تامة بكل الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، ويجب على الأمة العربية ولا أقول على الأنظمة أن تتحرك في الشارع لرفع صوتها احتجاج على هذا العدوان الذي لن يبقي أحدا من العرب بكرامته الوطنية. نتمنى من كل الشعوب العربية أن تقف وقف جادة أمام هذا الاعتداء وهذا العدوان الغاشم، لكي نرسل رسالة للإسرائيليين ومن يقف وراءهم من العربان ومن الغرب والصهاينة الأمريكان والغرب، باتجاه أن الأمة العربية أمة قوية، أمة قادرة على صد أي عدوان. وأجمع مفكرون وكتاب ومحللون سياسيون على أن إسرائيل تحاول جر سوريا إلى معركة معها لكي تغرقها أكثر بالإرهاب وتدفع إلى تدمير سوريا. حسم الأرض هي القضية الأساسية. إسرائيل تحاول أن ترفع الضغط على الإرهابيين لكي يدخل إرهابيين آخرين وينقذ الذين هم في سوريا، ولذلك يجب أن تتم عملية التنظيف الحقيقي للتراب السوري. كما شدد أدباء ونقابيون خلال الاعتصام على الموقف الذي يدعو إلى وحدة سوريا ووقف العدوان الخارجي على الشعب والدولة. احنا مع وحدة سوريا، مع وحدة الجيش السوري، مع وحدة الأمة، الشعب السوري والأمة العربية جماعة، تقف إلى جانب الشعب السوري وإلى جانب سوريا موحدة. هذه الشعارات كانت هي العنوان الذي وقفت تحته النقابات والاتحادات والفعاليات الشعبية والكتاب والأدباء الفلسطينيون ليقفوا مع سوريا في مواجهة العدوان الإسرائيلي. يوسف المحمود، التلفزيون العربي السوري، فلسطين المحتلة.